بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومما يبين أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى، سواء كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك، أنها في المشركين أكثر منها في المخلصين، ويوجد فيهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. تعلق بالنساء وغيرهن من ما ينظر إليه نظر الشهوة أكثر ما يكون هذا في المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل، لأنهم لا يغضون أبصارهم خلاف أهل الإخلاص والإيمان، فإنهم يغضون أبصارهم عملاً بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنظرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سهم من سهام إبليس وتصيب صاحبها. هذا السهم إنما يصيب صاحبه، فإذا غض المسلم بصره سلم من هذا السهم، وإذا أرسله فإنه يرجع إليه بالافتتان في المنظور ويجره إلى شر. لذلك الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ما قال يغمضون أبصارهم أو لا، يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم يعني النظر الذي لا يحتاجه الإنسان فإنه يغضه، وأما ما يحتاج النظر إليه فلا بأس بذلك. نعم. ومما يبين أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى، سواء كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك، أنها في المشركين أكثر منها في المخلصين، ويوجد فيهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصين. نعم. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا نعم. الله سبحانه وتعالى قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، يعني من الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين. نهاهما عن شجرة واحدة من أشجار الجنة. ثم جاء إبليس وزين لهما هذه الشجرة وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف لهما: إني لكما
لمن الناصحين فدلاهما بغرور، دلاهما بغرور والعياذ بالله. الله جل وعلا قال ولا تقربا هذه الشجرة. جاء إبليس فقال لآدم وزوجه هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها وكانت عوراتهما مستورة، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، بدت لهما ظهرت سوآتهما وحصلت الفتنة، كل هذا بسبب الشيطان وبسبب ارتكاب ما نهى الله عنه. نعم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. نعم، لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني احتاج إلى قضاء الحاجة فبدت لهما سوآتهما، يعني عوراتهما بسبب الشيطان. الشيطان يحرص كل الحرص على التعري، على تعري بني آدم، ولا يزال على هذا. اليوم كما تعلمون ماذا يعمل الشيطان مع النساء ومع المفتونين في إطلاق النظر إلى ما حرم الله وإلى المناظر السيئة، والنساء تلبس اللباس الفاتن كاسيات عاريات، كل هذا بسبب الشيطان، كل هذا بسبب الشيطان الذي حذرنا الله منه. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لا سيما وأن الوقت الآن وقت فتنة كما تعلمون، حفلات ومشاهد مخزية، ولو ما حصلت يعني لو ما حصلت بالفعل تحصل بالنقل الشاشات وفي أدوات النقل تنقلها بصور فاتنة تدخل على الناس في بيوتهم. الفتنة شديدة الآن من هذه المشاهد الحسية والمنقولة، فعلى المسلمين أن يحذروا منها ويمنعوا دخولها في بيوتهم. نعم، فإنها فتنة وشر وتهدم الأخلاق، تجر إلى الشر وإلى مخالطة الأشرار. نعم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، الشيطان وذريته من الجن يروننا ونحن لا نراهم. إنه يراكم هو وقبيله، يعني ذريته وجنده، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشياطين مسلطون على من عصى الله سبحانه وتعالى وأطلق بصره وذهب إلى الحفلات الماجنة، والحفلات الماجنة الآن صارت تأتي إلى الناس في بيوتهم، لكن المسلم يمنعها، ما يسمح بأنها تدخل عليه، يمنعها، وإلا إذا دخلت النقل أفسدت من في البيت. على المسلمين أن يحذروا من هذه الأمور وهذه الفتن. نعم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
نعم الذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فالشياطين لا تقدر على، لأن الله حفظهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عباد الله المخلصين الله عصمهم وحماهم من الشيطان، وأما الذين يميلون إلى الشهوات وإلى تتبع المناظر السيئة فإن الشيطان يسلط عليهم وتزداد فيهم الفتنة، لأن الوضع مستمر في هذا كما تعلمون، تزداد الفتنة تتوقد، فالمسلم يبتعد عنها، يغض بصره، يبتعد عن مواطنها، الحفلات الماجنة والمشاهد الماجنة التي تنقل بوسائل الإعلام، يبتعد عنها ويبعد عنها أهل بيته. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه المصيبة، تقليد الأعمى، هذا شغل الأولين وهذا شغل، وهذه حضارة، وهالمطاوع يبغوا يضيقون عليكم ويبغون، هذا شغل الناس وشغل الأولين اللي قبلكم، فهو أمر سائر، لكن هالمطاوع جو يبي يضايقون، يقولون كذا، يقولون كذا، الناصحون يسمون مطاوعة، العلماء يسمون مطاوعة تقليلا من شأنه. الفتنة شديدة، ولكن يعتصم المسلم بربه ويبتعد عن أسباب الفتنة ويبعد عنها أهل بيته وأولاده. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، تقليد، نعم، هذا التقليد الأعمى، وجدنا عليها آباءنا، نعم، والله أمرنا بها، وهذه أشد، والله أمرنا بها، كذبوا على الله جل وعلا، رد الله عليهم في هذا، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وين النص الذي أمر الله به بهذا الشيء؟ وين النص من الكتاب والسنة؟ ما فيه إلا الكذب، ما في نص أن الله أمر بتتبع هذه الأشياء والذهاب إليها ونقلها إلى البيوت، الله نهى عن ذلك. نعم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم فوق الشرك، أشد من الشرك، قول على الله بغير علم، إن الله حرم هذا أو أباح هذا بدون دليل، هذا أشد من الشرك، هذا كذب، كذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على الله هو أشد الكذب. من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ما أظلم منها أحد. وهنا جعله فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألا يجوز للمسلم أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من الكتاب والسنة؟ نعم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهو أي نعم، إنما سلطهم على الذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فإن الله عصمهم منه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهو قوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا العجيب أنهم يتخذون الشياطين أولياء من دون الله عز وجل، يستبدلون ولاية الله جل وعلا بولاية الشياطين، فمن خرج عن ولاية الله وقع في ولاية الشياطين، فهذا شيء واضح. نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى في الشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يتولونه يعني يحبونه ويحبون جنوده من شياطين الإنس والجن، والواجب أن يبغضوا أشد البغض. نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه نعم قال: فبعزتك، أقسم بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولما يستطيع يغويهم. نعم. وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوي عباده أجمعين، واستثنى أهل الإخلاص منهم. الشيطان يؤمن بالله، ولذلك أقسم بالله بعزة الله، فهو يؤمن بالله توحيد الربوبية، يؤمن بتوحيد الربوبية وأن الله ربه. قال: ربي بما أغويتني، فعل الشر ونسبه إلى الله، وهو اللي فعلنا الشر هذا نسبه إلى الله، وهذا من الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى الشرور. الله أمرنا بها، الله لا يأمر بهذا أمر تشريع، وإنما يأمر به أمر تكوين، قضاء وقدرا، عقوبة لمن حاد عن أمر الله سبحانه، يسلط الله عليه شياطين الإنس والجن. نعم. وأخبر سبحانه عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسلافهم، قالوا: وجدنا عليها آباءنا. هذا واحدة. وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها، وزعموا أن الله أمرهم بها. الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، هذا كذب على الله. نعم. فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل. نعم. قال شيخنا رحمه الله، شيخنا يعني شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قال شيخنا رحمه الله: وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والعامة وغيرهم، يستحلون من الفواحش ما حرمه الله ورسوله، ظانين أن الله أباحه أو تقليدا لأسلافهم. أي نعم، إما أنهم يكذبون على الله أنه أباحه، أو يقولون: وجدنا عليه آباءنا، فجمعوا بين الكذب على الله سبحانه وتعالى وتقليد الأولين في الفساد وفي الشرور. نعم. وأصله العشق الذي يبغضه الله، فكثير منهم يجعله دينا ويرى أنه يتقرب به إلى الله. إما نعم، الصوفية غلاة الصمام، كل الصوفية غلاة الصوفية، يقولون هذا طاعة لله عز وجل، إن نتفكر بخلق الله، ينظرون بوجوه المردان يقولون: إن نتفكر في خلق الله، والله أمرنا بالتفكر في مخلوقاته، فنحن نتفكر في خلق الله، صلى الله العافية. نعم. وأصله العشق الذي يبغضه الله.
نعم. فكثير منهم يجعله دينا ويرى أنه يتقرب به إلى الله، إما لزعمه أنه يزكي النفس ويهذبها، وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده، وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده ويسميها مظاهر الجمال الأحدي. نعم، هذا الحلولية اللي يقولون إن الله حال في المخلوقات، الجميل هذا الله حال فيه، اللي فيهم جمال هذا لأن الله حال فيهم، تعالى الله عما يقولون. وهذا أعظم الكفر والعياذ بالله، مذهب الحلولية هو أعظم الكفر. نعم. وإما لاعتقاده حلول الرب فيها أو اتحاده بها. نعم. ولهذا تجد بين نساك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقا وتآلفا على اتخاذ أنداد من دون الله يحبونهم كحب الله. نعم. إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين، ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماع الشيطاني. السماع يعني الغنى، يجتمعون على سماع الغنى، الغزل وذكر هذه الأمور. نعم. ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماع الشيطاني الذي يهيج الحب المشترك، فيهيج من كل قلب ما فيه من الحب. نعم. وسبب ذلك خلو القلب مما خلق له من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه والخضوع والذل له والوقوف مع أمره ونهيه ومحابه ومساخطه. فإذا كان في القلب وجد حلاوة الإيمان وذوق طعمه. نعم. فإذا كان في القلب وجد حلاوة وجد فإذا كان في القلب وجد حلاوة الإيمان وذوق طعمه. نعم. فأغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألهها. وإذا خلى القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه ويتخذه إله، وهذا من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده. ولهذا يقول شاعرهم: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. خلى القلب من ذكر الله ومن طاعة الله تمكن منه الشيطان والعياذ بالله. نعم. وهذا من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أقم وجهك يعني نيتك وقصدك، أقم وجهك للدين، دين الله سبحانه وتعالى، حنيفا. والحنيف هو المقبل على الله جل وعلا، المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا الدين يوافق الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، فهو دين الفطرة. لكن الفطرة تغير أحيانا، تغير بالتربية السيئة، بالأفكار الخبيثة، فتفسد الفطرة. أما لو أن الفطرة حميت لا دلت على الله جل وعلا، وسلم صاحبها من الضلال لو سلمت الفطرة. لكن الفطرة يؤثر عليها الأشرار، وتغير الفطرة بالتربية السيئة، بالعادات القبيحة. نعم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لخلق الله، فلا أحد يجعل الفطرة
يجعل الفطرة، يعني يخلق الفطرة، ما أحد يقدر على خلق فطرة منتكسة أبد. الله يخلق الفطرة مستقيمة إلى أن تغير من قبل الأشرار. نعم. لا تبديل لخلق الله، أي نفس خلق الله لا تبديل له، فلا يخلق المخلوق، لكن المخلوق يغير، المخلوق يغير، أما الفطرة وخلق الله جل وعلا لا يغير أبدا. نعم. لا تبديل لخلق الله، أي نفس خلق الله لا تبديل له، فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة. نعم. كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع، ولا تبديل لنفس هذا الخلق، ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه. أي نعم، لا تغيير لخلق الله، إنما التغيير يكون في المخلوق لا في الخلق. نعم. ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصران ويمجسانه. كما نعم، فأبواه يفسدان فطرته، إما باليهودية وإما بالنصرانية وإما بالمجوسية. شوف، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مسلم بالفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه في الأصل مسلم على الفطرة، لكن والداه غيرا هذه الفطرة بالتربية السيئة. نعم. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة أول ما تنتج كاملة الخلقة بآذانها وقرونها وأعينها، لكن الإنسان يجني عليها، يقطع الإذن، يكسر القرن، يفقع العين، الإنسان يجني على ذلك. نعم. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ تجدعونها يعني تقطعون العضو، أو تفقعون العين، أو يعني إصابتكم أنتم هي اللي تغير هذا الخلق المتكامل. نعم. فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألهه، فصرف ذلك فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألهه. تألهه على محبة إلهها وفاطرها وتألهه. إيه نعم، وعلى تألهه. نعم. فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. نعم. ولما تغيرت فطر الناس، بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليها، فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة، ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. نعم. فصل. والفتنة بعشق الصور، والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين، تنافي أن يكون دين العبد كله لله. أي نعم، الفتنة بعشق الصور، النظر المحرم الذي يجلب للعشق تعلق بالصور، يغير المجرى الذي خلقه الله. نعم. والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله، بل ينقص من كون دينه لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق، وربما أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدين لله. نعم. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم يعني المشركين، قاتلوهم حتى لا تكون إلى
إلى أن لا تكون فتنة، حتى للغاية قاتلوهم إلى أن لا تكون فتنة، يعني يصرف الناس عن دينهم وعن فطرتهم، يقاتل هؤلاء لتسلم للناس فطرتهم ويسلم لهم دين. القتال شرع من أجل هذا، ما هو من أجل سفك الدماء فقط، إنما شرع لأجل المحافظة على الفطرة السليمة وعلى الدين الصحيح، فهو لسعادة البشر، القتال لسعادة البشر، لإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون فتنة، يعني لا توجد، لا تكون يعني لا توجد فتنة لصرف الناس عن دينهم وعن فطرتهم. نعم. فهذه هي الحكمة من الجهاد. نعم. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أي نعم، لا يكون الدين مقسما بين الله وبين خلقه من شرك المشركين الذين يشركون مع الله، هم يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون يعني لا توجد، وهذه يسمونها كان التامة. نعم. فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله، فكل منهما يناقض الآخر. أي ما تجتمع الفتنة مع كون الدين لله، الفتنة تفسد الدين. نعم. والفتنة قد فسرت بالشرك. أي نعم. فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك. نعم. وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دل على أنهم يحبون الله لكن أحبوا معه غيره فأشركوا في المحبة. نعم. ومنه فتنة أصحاب العجل، ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الله محبة مشتركة. المؤمنون يحبونه محبة خالصة، والمشركون يحبونه محبة مشتركة. نعم. ومنه فتنة أصحاب العجل، كما قال تعالى لموسى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري هذا رجل خبيث من بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، ولما ذهب موسى لموعد الله له لتلقي ألواح التوراة، تلقي ألواح التوراة، لأن التوراة أعطيها موسى مكتوبة، كتبها الله سبحانه وتعالى في الألواح، كتبنا في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. والله كتب التوراة بيده سبحانه في الألواح، ألواح التوراة، وأعطاها لموسى عليه السلام. فلما جاء موسى إلى قومه وقد استخلف عليهم أخاه هارون، وجدهم قد عبدوا العجل. العجل ما هو؟ العجل أن السامري أخذ الذهب الذي مع بني إسرائيل، مع النساء ذهب، جاء من حفل فيه ذهب وفيه زينة، فالسامري أخذ هذا الذهب فصاغه على صورة عجل، صاغ هذا الذهب على صورة عجل، وهو مجوف، تدخله الهواء، تدخله الهواء مع جانب وتخرج مع الجانب الآخر، يصير له صوت، له خوار،
يعني مثل خوار الثور، وهو هوى تدخل فيه. أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني مثل خوار الثور، وهو بسبب الهوى التي تدخل فيه وتخرج له خوار. فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي، راح يدور إلهه وهذا عندنا. تعالى الله عما يقول، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، نسي موسى وراح يدور إلهه وهو موجود عندنا هالعجل هذا. تعالى الله عن ذلك. قال الله جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. هذا العجل ما يتخاطبونه ولا يرد عليهم، هذا يصلح إله ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ما يعتبرون، هذا صورة ما هو شيء، لا يرد عليهم إذا خاطبوه، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وأيضا هو لا يسمع ولا يبصر، كيف يكون إلهه ما يسمع ولا يبصر؟ ألا يرون ألا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفع؟ فهذا فتنة والعياذ بالله، فتنوا به. موسى لما جاء وجد القوم كذا ألقى الألواح من الغضب، تكسر بعضها، ألقى الألواح من الغضب لله عز وجل تكسر بعضها، وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه من الغضب، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الرسول هو جبريل عليه السلام، جاء على فرس فأخذ من أثر الفرس في التراب ووضعه في هذه الصورة التي صورها من الذهب، فصار هذه الصورة لها صوت خوار مثل خوار الثور، فانفتنوا به والعياذ بالله. هذا أصل العجل. نعم، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. نعم، كما قال الله تعالى: